جريمة بشعة، قصة شاب خطف جدته وكسر عظامها وأخفاها بحقيبة. جريمة بشعة في بريطانيا، مختل عقليا يغتصب فتاة ويقطع جسدها. عائلة تونسية تتهم السلطات الألمانية بالتقصير بعد وفاة ابنتهم. جريمة بشعة، قتلها وأحرق منزلها حتى لا تتهمه بالاغتصاب. جريمة بشعة في صفاقس، يقتل فتاة ويضعها في كيس. جريمة بشعة تهز كازا، شاب تلقاو ليه قرب المسجد وقتلوه تعدو عليه. جريمة مروعة، طعن زوجته وبنته وانتحر بطريقة بشعة. قتل وحرق، جريمة بشعة تهز الإمارات. جريمة بشعة، رجل يقدم على قتل زوجته وطعن ابنته ثم ينتحر. جريمة بشعة بعين حرودة. شاركوا معنا في القناة لتصلكم آخر مستجدات هذه الأحداث.